تفقد وزير السياحة والآثار خالد العناني والتعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار ورئيس جامعة حلوان ماجد نجم أعمال التجميل الفني لجداريات طريق عبور موكب نقل المومياوات الملكية، وذلك في إطار الاستعدادات لنقل المومياوات من المتحف المصري بالتحرير للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط. واستمع الوزيران إلى شرح مفصل من الطلاب المشاركين حول تصميم هذه الجداريات والذي اعتمد على توثيق تراث الحضارة المصرية القديمة بطريقة فنية تراعي الأصول الفنية والمعان الرمزية والتعبيرية بأسلوب فني حديث يتماشى مع المجتمع المصري المعاصر. احنا بنستعد لنقل المومياوات الملكية من متحف التحرير لمتحف القومي للحضارة المصرية، فنتج عليه ان احنا بنرفع كفاءة المنطقة اللي في النص عشان لما الإعلام العالمي والدرونز ويصوروا يطلعوا منظر جميل. فاحنا رفعنا كفاءة متحف التحرير، بنعمل المسلة في ميدان التحرير، بندهن عمارات ميدان التحرير كلها بلون واحد، شلنا اللوحات، بنحط زرع، بنعمل أسوار، بنعمل أرصفة، بنطور منطقة متحف الحضارة. فاحنا بنجيب الكاميرا، لا الكاميرا جابت لنا المنظر حوائط صماء شكلها وحش جدا، فاحنا كنا عايزين ان احنا نرسم عليهم حاجات، وكنت بشرف بلقاء مع سيادة الرئيس فبقول له احنا هنرسم حاجات، قال لي لا الطلبة اللي يرسموا، وفعلا هم الشباب الطلبة بتوع جامعة حلوان هم اللي رسموا واشتغلوا على مدار أيام طويلة، وإحنا سبناهم يعبروا عن نفسهم كيفما يروي. من تكليف سيادة الرئيس أن الشباب يكونوا موجودين وبالذات اللي عندهم يعني خلفية فنية ومواهب فنية أن هم يحولوا بعض الأحجار الصماء اللي احنا شفناها من أيام معينة اتحطت لحمايات ملهاش اي معنى، ملهاش اي شكل جمالي ممكن ان هو يعني يصفر عن اللي ماشي في الشارع او اللي رايح بعربيته، فازاي تحولي الصخر او تحولي الكتل الخرسانيه اللي ملهاش اي معنى الى انها اشكال جميله فنيه.